بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للزميل حمدان الجحافي. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتواصل مع حضراتكم مع تواصل هذه التحديات والانطلاقات، انطلاقة الشوط السابع الخاصة بفئة القعدان اللقاية المحليات الأصايل من مسافة 5 كيلومترات هي مسافة هذا الشوط. أرحب بهذه الشعارات كما هنا نشاهد أفضل توقيت زمني في صباح هذا اليوم لشعار هجن الرياسة، توقيت 7 دقائق 22 ثانية، 7 أجزاء من الثانية هو التوقيت الأفضل. من رافق شاهين من هجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري بن زيتون، من يسجل التوقيت الأفضل في صباح هذا اليوم حتى مسيرة شوطنا السابع. نتابع هنا التحديات والانطلاقات الجميلة والمميزة من قبل شعارات أصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم من كل سوء ومكروه، التي تزين أرضية ميدان الوثبة عاصمة ميادين السباق في هذه الأجواء الجميلة، الأجواء الضبابية، مباشرة إلى المركز الأول إلى مربوش. يا مربوش لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي، من يأتي على الانطلاق الأول وعلى مقدمة الشوط المركز الثاني. يتابع شعارات هجن الرياسة القادمة على مستوى المركز الثاني، هنالك الظافر علي بن جمير الوهيبي من يقدم لنا هملول على المركز الثاني وثالث. التحديات شاهين من هجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ولكن هملول الآخر بدأ يتقدم من الجانب الأيمن يحمل هذا الشعار العملاق، شعار مؤسسة هجن الرياسة، يتقدم الظافر علي بن جمير الوهيبي. بينما المركز الخامس نتابع التحديات والاسماء القادمه، الا هنالك المختبر من هجن زعبيل بقياده راشد بن محمد بن مروشد. بينما المركز السادس الوصول مع مليح لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم بالمر السبوسي، والمركز الثامن هملول من هجن الرياسه ظافر المضمرين علي بن جمير الوهيبي من يقدم لنا هملول. المركز التاسع بدأ يتقدم شاهين من هجن الرياسة المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري وصل أبو ذياب ليتقدم مع هذه الأسماء الباحثة عن الفوز والانتصار، الباحثة عن الناموس. سراب على المركز العاشر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي، من يتابع انطلاق سراب على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة وندائنا الأول لهذه الأسماء ولهذه التحديات وللعشرة المراكز الأولى المعلنة عن انطلاقها، المعلنة عن تحدياتها، عودتنا إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى الانطلاق الأول. شاهين المسيطر على مقدمة الشوط والمجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهير يبحث عن النقطة الثالثة في صباح هذا اليوم بعد أن قدم الشاهينية وقدم شاهين في الأشواط الرئيسية. يأتي في انطلاقتنا في الجولة الثانية في هذا السباق ليقدم لنا شاهين على المركز الأول. الله الله، الوصول الوصول هنا من شاهين من هجن الرياسة المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري وصل أبو ذياب، بدأ يتقدم، بدأ ينطلق، بدأ بالصدارة هنا وبالقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري كما لقب هذا المضمر بالمستحيل. المركز الثاني يتواجد أيضا شاهين من هجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، أحد أخطر المضمرين المتواجدين في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. بينما المركز الثالث وصل أبو الجمايل، وصل ظافر المضمرين، وصل ظافر الرموز علي بن جميل الوهيبي من يقدم لنا هملول على المركز الثالث. المركز الرابع أيضا هملول من هجن الرياسة بقيادة أيضا الظافر علي بن جميل الوهيبي، والمركز الخامس المختبر
من هجن زعديل، راشد بن محمد بن مروشد يقدم لنا المختبر على المركز الخامس وسادس. التحديات والانطلاقة هملول من هجن الرياسة، علي بن جميل الوهيب يكتفي بهذه الأسماء المنطلقة، اكتفي بهذه الشعارات المتواجدة هنا في دائرة التحدي، في دائرة المنافسة. وأعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى التحديات وإلى شعارات هجن الرياسة المسيطرة على مقدمة الشوط، المسيطرة على الخمسة المراكز الأولى. هنالك شاهين وشاهين، المجازف والمستحيل يتواجدون على مقدمة الشوط، الثنائي المميز، الثنائي المتواجد على مقدمة الشوط. يا سلام، شاهين في القيادة يحمل هذا الشعار الكبير، شعار هجن الرياسة، اللون الأحمر، وهنا الحزام الذهبي المليء بالرموز يأتي على المقدمة. ولكن هملول، وصل هملول، وصل الظافر، وصل ابو الجمايل علي بن جميل الوهيب، من يقدم لنا هملول. انطلق الى مقدمة الشوط، الكيلومتر الاخير، الكيلومتر الخطير، كيلو التحديات، وهملول على المركز الاول، هملول على مقدمة الشوط، الظافر علي بن جميل الوهيبي، ولكن بن زيتون مع شاهين، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتقدم مع انطلاق شاهين. الناموس لمن؟ الفوز والانتصار، الناموس للرياسة، لكن لمن؟ للظافر أم للمجازف أم للمستحيل؟ الثلاثة المضمرين الكبار في تحدياتهم، في انطلاقاتهم المميزة. ولكن هملول، هملول بالجمايل علي بن جميل الوهيبي، النقطة الرابعة يبحث عنها هذا المضمر، أم الخامسة في صباح هذا اليوم وفي انطلاقات المميزة. سلام يا الرياسة، سلام، وسلام للظافر، سلام على هذا الفوز والانتصار، النقطة الخامسة لهذا المضمر لعلي بن جميل الوهيبي، وأيضا النقطة السابعة، السابعة لمؤسسة هجن الرياسة. تهانينا والناموس لحظات وصول هملول إلى خط النهاية معلن الفوز والانتصار. تهانينا والناموس للظافر علي بن جميل الوهيبي لحظات وصوله إلى خط النهاية. تهانينا، تهانينا والناموس لهجن الرياسة ولمحبي هذا الشعار. المركز الثاني شاهين من هجن الرياسة، المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهير، والمركز الثالث هملول من اجل الرياسة بقيادة الظافر، المركز الرابع شاهين من اجل الرياسة المستحيل راشد بن محمد بن السم المنصوري، المركز الخامس هملول من هجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي. تهاني والناموس. بعود بالتوقيت الزمني، هنا لحظات الإعادة، لحظات الانطلاق، 7 دقائق و31 ثانية، 8 أجزاء من الثانية هو توقيت هملول من هجن الرياسة، ومن قاده إلى بر الناموس وإلى بر الفوز والانتصار علي بن جميل الوهيبي. لك التحية ولك الاحترام يا أبو الجمايل على هذا الأداء المميز، والنقطة الخامسة لهذا المضمر. المركز الثاني 7 دقائق 37 ثانية، 7 أجزاء من الثانية هو توقيت شاهين من هجن الرياسة. مشكور المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من وصل على المركز الثاني، وثالثا هملول 7 دقائق 40 ثانية وجزئين من الثانية وتوقيت هملول أيضا من هجن الرياسة بقيادة علي بن جميل الوهيبي. تهانينا والناموس.